المصالح ديالنا موقوفة، والناس دابا اللي باغي يدخل الضو موقوف، اللي باغي يدخل الماء موقوف، اللي هرسوا له الكيوسك ديالو هو الهير هدموه وتكبسوا عليه موقوف. بغينا حنا المجلس فينا هو، ونورمالمو الا كان المجلس فاسد راه خص كلشي يمشي بحالو. الكلمه للشعب والملك، هادشي اللي كنعرف انا. ما يمكنش حنا نمشيو دابا المصالح ديال المواطن كلش موقفه. اين هو الرئيس؟ ملي جا الرئيس؟ ملي جا المكتب؟ ما تيران خلقني قلت جبت تيران، وانا خصو قلنا واش المتابعه باش تبقى ليش قانون المتابعه القضائيه. نحن مستعدون ترى المواطنين اتجردوا من جميع الصفات واقولها ثانيه من جميع الصفات يتمثل غنش تصور بحفي ظهركش مواطنه عاديه يجيس الاقليم النظا، يجيس الاقليم النظا انت كون انا كتعجبني شنو غادي يتمثل يتاثر كمواطنين كسكنين للملك النظا يسول لنا المجالس المنتخبه. نخسر السد مواطنين من حقنا السمني توقيع من يتكلم المجلس، لان المجلس يمثل الشعب يمثل المواطنين، ما لا يتمثل خانة ما لا يمثل يتمثل علينا راه ليس مقبولا. وما رويده مستعد يسول، ما رويده قيد رجاء وجيب القيمه هو غنخدم. خصنا السمني توقيع نداء موجه الى السيد وزير الداخليه ماذا يحدث في اقليم الناظور. اننا في ورطه وخطر كبير يدق على الابواب، قوارب الموت امامنا، منينيه المشاكل، الجزائر مشاكل، بني غلاور يبغى تمنضر ديال الشوارع، البوهريين، الحراقه، الشباب، هادشي ماشي معقول. الى ما غنبغيش المجلس يمثلنا يخسى ديبان، بزز منو اديبان، ما لو غنقول المجلس ارحلوا جميعا والكلمة للشعب والملك. أيا نو مغاينيا بوزيان كان أغرب من الأشغال إخوان سامح ما يطلق لنتمنى هاد السور من عادية عندها فرحة لأن هاد الناس اللي كيمثلونا كيمثلونا